حطها حطها مثلا حط هو حطها بالبروجكت تاعك بس انا بدي احطها على شرحان عفودا هاي شرحان عفودا اوكي بروح على شرحان عفودا طبعا انطها نفس الاسم اياها شايفينها بدك تنسخها على الوورد كوبي بيست مزبوط تروح تنسخ من هون كوبي بتروح على الوورد بيست بنسخ لك اياه هناك واضح جاهزه مش اسهل منك تكتب ورقه وقلم واوضح تعال شوف هسه وين اريح لك اخرى وبالضبط وارتب بتقدر تزيح بترتب على فكره كثير وانا تقدر تزيح كيف بدك لك شريم اسماء المتغيرات او اسماء الصفات مبينه فوق كل سهم ملاحظين انتو مش في عندكم ركبات هاي الاسم اللي هون هذا اسم الصفه هسه كيف بدي اعمل استاذ كود وعدتنا انه تورجينا كيف بيعمل كود مزبوط يعني كيف بدي اعمل هسه المحلكوت والكلاسيم طلع شو بعمل بروح على اسم البروجكت تاع الموديل كباس يمين في عندكم جينيريت كود شايفينها معاي كباس يمين جينيريت كود بقولكم بتاكد منكم هذا هو البروجكت تاعكم اذا اشي ثاني قول لي اشي ثاني بعمل لك اياه بمحل ثاني صح ما انت هذا اللي بدك اياه بالسورس باكج باك اب امول الفي هذا وهذا الفي هذول الفي ام اثنين امول اياهن امتوهن اعمل اوكي بدي ياخذ وقت شوي باخذ وقت استاذ انتبهوا روح على البروجكت تاعك افتح هناك السورس بتلاقي الحافيلات صارت موجودة مع المحلكوت ملاحظين هي اللاير باكج شايفينه نعم كيف ما فيش ايش تفهمي هنا أصلاً كباس يمين جينيريت كود اوك هون في عندك فيم اثنين امحيهن امل فيم اثنين هنا واعملي اوكي هذا هو المهم اطلع البروجكت تاعك الاصلي لقيت المحلكوت غاد مع الباكجم اللي انت عملتين هذا اللي بيهمني فوت عليه تقدر تشوف الكود كل واحدة كيف عملها مع شتاب ونام لاحظين احنا ما عملناش يروشالا عملناش يروشا مزبوط تابعوا شو بدي اعمل تعال نعمل كمان دقمة صغيرة ارجع لكلاس دياجرام عندك غلط بتكوني عاملة كشور ومحيته بتكوني مزبوط عاملة رابط ومحيتيه ديليت او مغيرته بالضبط استمحي من هنا وبتزبط شو بكن تعملوا اسا ارجع على الدياجرام موجود من فوقه ارجع على الدياجرام رجعتوا للدياجرام وين كنا وين هاي الرسمات استاذ مش في عنا سبرايت بلاير تاني عمل نجيب كلاس من الباليت نجر كلاس نسميه سبرايت راندوم موشن هذا يوريش من مين يوريش من بلاير شو بعمل سبرايت بلاير في عندكم سهم اول واحد من فوق مش بتعص على المحلكه معي الكل مش في وانت ماخذ المحلكه بيطلع لك الافشاريات اللي هون اول واحد من فوق جنراليزيشن هاي معناها الهخلله بالضبط هاي هي اليوروشا تختاروا السهم بتضلك ماسك عليه تتصر مين سبرايت بلاير بقول لك هل في بعولات بدك اياته يعملهن استاذي بسألك هون هل في عندك بعولات بدك اعملهن انا اوفر رايدنج سامعين شو ها بسألك بديش ولا واحدة بس بحط اوكي
اذا هذول البعولات بدك تعملن اوفر رايدنج يعني اكتفاء محداش للباكج، شو بتعمله؟ بتروح على الباكج على الزائد وبتجره على سبرايت راندوم موشن عشان يصير تابع لهذا الباكج. مش بس هيك استاذ، انا زدت بس على هذا الباكج لازم اعمل معاي استاذي؟ جيت انت غيرنا هذا التغيير مزبوط، واحنا صرنا عاملين البروجكت، هل بقدر استاذ اخليه يعمل لي اياته من اول وجديد؟ كيف؟ عندنا الطريقتين، فيش حاجه اعمل لكل، اول طريقه بقدر اعمل لكل بروجكت مزبوط، بس عشان ما يغلط ليش على محلكات ثانيه او باكج ثاني فيش حاجه، بقدر اعمل لمحلكه واحده لباكج واحد كباس يمين جنريت كود، وبقدر ايش اعمل كمان لمحلكة واحدة، مش انا اسا بس عملت هاي المحلكة لحالة، لا كباس يمين جنريت كود نفس الاشي بعمل في ام البروجكت نفسه اوكي بسرعة اعملها مزبوط، بتطلع فوق هل عملها ولا لا، اياها موجودة صارت بالبروجكت بالبروجكت اياها شايفين صارت موجودة هون لاحظين، وإذا بروح عليها بلاقي مالها extends mean sprite player. في كيشر انتو بحاجة لقلو معلمتكوش اياه sprite animation task؟ هي لا هي مركبة، انت عملتها، انت مخترتيش الكيشر الصح، الثالث طلع كده اختاري سبرايت انيميشن تاسك، تختاري الثالثة، تختاري هاي الثالثة من الآخر، بتضلك ماسكة عليها وبتجريها لوين بدك. عرفتوا اليوم كيف بنعمل باكج والمحلكات والكود؟ يعني انت رح تتعب مرة واحدة في رسم اليو ام ال، والمحلكات والهاي رح تاخذن انت ببلاش. عسكام ليحة؟ مرتب اهون، الشغل لقدام بيجي احسن. حلو. اسا على فرض تاني عمل الشغلة، روحوا على هذا الموديل اليو ام ال محولية كباس يمين ديليت، بدناش اياه، قلت لكم بيعمل مشاكل ولو كده نحفظه نستميخ عليه. حلو امحوه بس هذا، بس هذا البروجكت اليو ام ال اللي عملتوه وين صورة المكعبات هاي الملونة، اعمل ديليت يس محيتوه لا، بس البروجكت الاصلي بعده عندكم ولا لا؟ وفيه المحلكات، تعالوا استاذ زيدوا محلكة بقلب هيلو كمان مرة، اللي عنده غلط واحدة من شغلتين، او انه حط رابط ومحاه ما محوش صح بتصلحه، عادة هو شي صفة او اكستنس مش مزبوط بتمحاه، تفوت على الغلط وبتمحاه، مش هاي ابسط ما يكون. حلو ازفيها روح على قلبها شوف شو في غلط، مش باللي لا لا هاي لازم الصورة انت محيها، محولي محلتولي الموديل استاذ، بتروح بتصلح محمد زيني بالكود بالكود بروح صلحها، افتحها وصلحها استاذي، اعملوا له بالهيلو محلكه جديده سي اس اي اخذ افس شايفها فيشا ما لو عشان لو تصرخ اسمها ستودنت من هاي لا ادمين وتصرخ اسمها سي اس اي اخذ افس شايفها فيشا اليوزر الرشان لا تصرخ اسمه اليوزر شنو زي سي اس اي 1079 استاذي مفهوم لسه؟ خليني اعمل اخلص المهلاخ الاخير طارق، ما انا شايف في ناس بعدها ما محطوش للبروجكت، محط البروجكت شو بعدني قبل؟
عملت الكود، عمل لك المحلكات. طيب هسه بسوي لكم اياه، خلينا اسوي اخر ملاخ للي معي استاذ، للي معي اخر ملاخ واهم واحد. ولا في ناس شيلي شيلي استاذ جواد وباسل، انا بحكي وانتم مهوين هنا، يعني لازم اسميكم بالاسم عشان تركز معي. بقدر اكمل؟ تبع معي استاذ، اهم ملاخ واخر ملاخ. هسه انا جدت سيناريو، لا انا بدأ مش فاضي اعمل عريخوت للافلام. طيب صدق ركزوا معي.